بكي القلوب بلبلبلب بكي غيبتك لك زوايا الببلكي بس قلبي ولادك عم 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 رايك بكي جاي البشرتي بكيكي بين بادي وبيني قلوبي ده صار الدليل بس وشك غادي عنا يا ربوع العين سيل غادي كوكب من وطن يا ديرة يا ديرة يا زد الصبايا يا زيد النسوة يا سرح يا فرحة يا مرحة يا جليبة الأرحة يلي ما بزمانك انت تجيبي سيرة حدا بالعاطل يلي ما بزمانك عكرتي مزاج حدا عملي عم مين عم تحكي؟ عن ام حسين ايه يا دي عاجبينك يا هنية يا منيحة يمي العقل الموزون والزين الدين يا بوز الكرم ووش السعد والقاتشو قطعتي لي قلبي يا بليس يا حلو يا رحم يا محب يا بليس قرب لحدي يا بالدمعة السخية قرب لمسح لك دمعاتك قوم شوفي بهالبراد إذا في شي لقمة أكل خوري براد ما في شي فاضي فاضي يا حيف فاضي شو هو الفاضي يا مليل فاضي فاضي هاي بيت بدونه يا محسن روح بعم على البيت بعملك الشلق متأكل ايه روح روح قلبي يا محسن بفتح لك الشعلب طن ايه طن 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 من محبتها راح لفوت مش طن بس طن عطلان تعال يا البيت وحامضه حامضة هالحياة بدون يا محسن شو بدنا نعمل هالحياة خياراتها صعبة يا 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 على الخيارات على الخيارات شو صعبة يا 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 وين رحت يا عمر يا طلة البدر يا ام عيون الكحلة والتم الأحلى يا جميلة الجميلات يا سيئان الغزلين يا قد الممشوف يا مليش نعم يا اللي بيسمعك عم تمدح املي ام حسين بفكرك عم تمدح جورجينا رزق مش قادره مش قادره مش قادره يا محسن مش قادره هيك فرجيني هالصوره لشوف هيك هيك يا ديعان هالجمال لك لك هالخدود مثل كوز الرمي هالتم مثل حبه الكرز لك لك هالجمال كله ايه مين هالست بهالصوره هيدي سندي كرافورد ليه؟ لك سندي كرافورد عادي تعزيع مشهورة يي لك رخرب بيتها ما أجمالها لك سيئانة شو حلوي فرجيني لشوف لك شوف 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 سيئانة حلوي بس بطاط إجريك أحلى يا عمي كله نظر هالبوليس تسلم تستشكتش ولك أنتي كل بطة إجر من إجريكي إيه بتسوى سندي كرافورد ونقومي كيمبل كمان مين مين هي بتكون نقومي كيمبل هيدي عادة أزياء مشهورة كمان عجيب إيه شوف يا لك لك هالنقومي وهالتعتير لك هالإجرام مثل قصب الدرات قوموا قوموا استحوا حالكم وضبوا هالصور من إيديكم أنت قوموا روح عمل لي الساندويشة وأنت يا أبو حسين تسعيش على حالك إذا حدا شايفك حامل هالصورة شو بتقول له؟ بقول له هاي أم حسين هي وصبية هي والله وهالصورة اللي معلقها هون صورة مين؟ ما قال له هاي صورة أم حسين بالهالوين في حدا عليك في حدا عليك في حدا عليك يا دعاء شبابك يا زهرة يا وردة يا منتورة يا نحلة يا فرفورة يا رارارورة يا زعطوطة يا عطقوطة يا شرشرشر شرشريكي وعفيفي وضيقي يا ظالمة بغيابك يا ظالمة حبابك ام حسين لا تستصطص المينا بغيابي بولياس يا تستصطص تضرب على هالسين وجع يخلعني اكون انت وياه وياه على هالتعداد اللي عم تعددوه لك ما تقولوا اللي ميت ست الستات واحلى الحلوين حسكي انت وياه نزلني يا عرقورة ويا فرفورة وهذا بيعطوا بمط بالطسطسطسطس ربعة هلسين وانت وين كايني من غير شر ما بعلم الخبية بالخزينة ولك طع قلبي بهالخزينة
انت اني بطلع بغير جاو وبتحوج لي كم غلط للباب براد نفاذ فاضي يا حي بس وطلعت من باب المطبخ بعدين اسم الله عنكم قديش قواعيين تركين باب البيت مفتوح ايه انت بعد بدون تلقط فيك شي مره ايه شو بيطلقط البست الاسود وطلعت انا اذا حدا طلقت فيي وسالوني مين انا بقول له اني من قرايب المرحومه وكنت عم عزي فيها وببكي شوي وبعمل لهم شويه لطميات وبيتركوني ايه اسم الله عنك وعن افكارك قديش واسعه ولك اسم الله عنك وعن افكارك قديش مبهضه دندلتينا بهالمشروع ومش عارفين كيف نطلع منه إلا ثلاثة أيام أنتوا بتنوحوا وبتلوحوا وأني قاعدة بالخزانة طق قلبي صرت عم بحكي أني والفصطين وبعني لحد هلأ مش عارفين أي ساعة رح يرجعوا ولك قلت لي كل اللي قالوا لي والبيباك يعني بالعربي المشبرح رح نرجع طيب أنت متأكدي إنه هودي كانوا من الأب في آي ولك أف بي آي أف بي دراب السخن متأكدي أنت ولك كم مرة ست قايلت لك فرجوني على بطاقاته سألوني عنك سألوك عني إيه؟ ويا مشحارة على علي ابني والأب في آي ملح ابني يا مشحارة طيب ما قالوا لك شو بدهم مني سألوني عن جميل عيد وأنت جميلة يا جميل يا جميل يا جميل مبسوطة بحالك كمان ها بدنا شي معك من الغدي ايه جبت فراريش 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 جبت معك بيرة شرعية شو لك جبت بيرة شرعية هاي اللي بعد ناقص أنا أم حسام بدك يعني روح اشتري بيرة ما بدنا ننزل هالبحصة أي بحصة منك نزلتها من شهرين صحيح مش ذاكر كمان ولي بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها بعدين خبط لك اياها جوا بطل نار هالقد بتطلع هاي لا بحصة ولا شيء انت شيتيني غير البحصة شيتيني غير البحصة شوف كل عامل لك بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها قد يا مشحر انا كانوا مش البحصة اللي منزلها ابو حسان أم معي شوي ابو حسان لشوف أم فت لشوف عني شغل بالي بدي افحص شيء بك قال لوقتك انت لك انت بشوف نحن بشوف بطي ما شفتيني حزين عوني ما صرت ارملة لك مصدق حاله كمان ولو خلصت يعني بدي افحص مني شيء هلا بتفحص اللي بدك تفحصيه بالليل ايه خدك على حكي انت خدك على حكي توعد وما بتوفي برامسز امي تعي تعال نحضر السفره يلا هذا مين جابه هالحريم لهون هي انا جبته لغطي جري بردت ولك هذا كله غبره حطته للغسيل انا يعمل لي حشيش صح يلا تعي يلا لايكي كم فروج جبتي جبت فروجان أني وبو حسين وبو الياس منيكل نصف الروج وانت بتاكل الباقي بيقدوكي تضربي شو تشيب يلا بيكلوا بخبز بيشبعني يا محسن يا محسن عجلي تركي كل شيء من ايدك والحقيني لجوه شو بك خير ان شاء الله بك شيء بش لي حاس بشيء محسن انا كمان اشتغل بيلي ترك الفراريش والحقيني لجوه عجلي معلوم يلا خدي يلا ولك وينك راح هلا بيبرد الفروج ولك يبرد الفروج من حميه بحسين انبرد غير الله ما بيعود يحميه يلا شو وحوح قلبي وح فتنا نشوف الدح برنا هالنح برمنا هالنح لعين الدح بح 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 كان جلمود الجبالي كان يظهر بالليالي صار هين صار لين صار مخفي وما انه مبين صار هين صار لين صار مخفي وما انه مبين اتيرا ايه والله شفتها يا حمامة طيري ما تصد بحالك عم ترقص كمان ها انا على ديني يلا بالاصلك كمان جننتيني او على ديني العشق
سيدي حرام والله. يلا اضحك بخسر حالك انت. مرت عمك يا حبيبتي. شو بها حميدي مرت عمي؟ انتقلت الى رحمته تعالى. ايه والله زعلتيني كثير، شو صار له؟ نسيت تتنفس. تاكدت متوفيه؟ عزرائيل ما بيقدر لمرت عمي، هيدي بسبع رواح، اسالي عمي. عني ما حدا يسالني شيء، ما خصتي فيها، ما بعرف شيء عن هالمره. كيف ما بتعرف؟ لا بعرفها ولا بتعرفني، لا بقربها ولا بتقربني. ولا كيف تقربكش يا ابو حسين؟ ما بتقربنيش. شو بتقربني؟ شو بنت عيلتي؟ شو بنت عمي؟ بنت خالي؟ بنت عمي؟ ما بتقربنيش. اني وبيني وبين هالمره في عقد، بس عقد زعرني. وهالعقد مو ست بدته من زمان. يلا يشرسك ابو حسين. والله لا تسمعك ام حسين هلا، لا تيجي تعمل لك شر. تخرج زيكم بلا جيتها، انا ما صدقت تفل. دخلك دقيت لحسين على لبنان وخبرته؟ لا خلي له اياها سربريز ليجي. ليش مش رح تنزلوه على لبنان؟ لا رح نخليه هلا بالغزيني لكن رجع. يا رب دخلك بالغزيني. وكيف تقول تخلوها بالغزيني؟ انا رايح شوفها وشوف شو بدها. وين رايح؟ رايح اشرب فنجان قهوه مع المرحومه. يلا هديلي انا بيجي معك. يلا ليني يلا. شو مبين رايح حسب المطبخ؟ ما بعلمي خبيتوها بالخزانه. جسمها حطيناه بالخزانه بس راسها حطيناه بالبراد. هلا انتو شو مستهبلين ولا مخرفين؟ مره ميتي شقفتوها وحطيت كل شقفه باوضه. شو بعرفني انا؟ ليك وحاطين لها صورتها كمان. ليك هالصوره شي مرة فزع ولدك ولا لا يخافوا منا بجهنم لما يشوفوها. لك كيفك يا مرت عمي؟ ان شاء الله ما تكوني مشوبة تحت. مشوبة الدم على عمي. مش ولدي شوفي شبكي لك وينه لك وينه؟ مين يجي؟ مرت عمي هي وقفي قدامي. ولي شو صار عتهمسي انت كمان؟ ليكون عزرائيل ردة. مين هي؟ مرت عمي وبعرفها، بتكون راح تحرد لهم بينهم هوني. يحر بدنك ان شاء الله. سمعتيها؟ لا ما سمعتي. ليكي اذا عم تسمعيها قولي لام الياس اشتقت لي. الام الياس اشتقت لي. تشتغل العافية لينا. سمعتيها؟ لا ما سمعتي. شو قالت لي؟ قال هي ما اشتقت لك. عن جد؟ ايه ما بتعرفيها الام حسين؟ وجان وبلسانات. لا انا بعرفها لما حسين ما بتحكي هيك، بعدين هي بتحبني. بتقلك حبك حب غضب الرب. ايه وشو كمان؟ وبتقلك إيه؟ تضربي بحشك المد الستار المزود، ما في شيء على درسك مر، يقطع عمرك طلعتي كل شيء من الجاربج ديسبوزر. وبتقلك هي لا بتحبك ولا بتطيقك. ولك حبك حب غضب الرب ان شاء الله، حبك برص ست خرس على الشمكر صحين، تضربي بهالشكل مثل المعزاية. سمعتها الله ما كان جاب البلا. لوين رجعتي؟ رجعت على قلبك ولي. ما بعلمي متي. ولك النهار اللي تشوفك يعني بفوت موت فيه ألف موتة، يقطعك بالشكل إن شاء الله. ولك شو هالمسخرة اللي عاملينها هون؟ في افهم؟ عشو لبسين أسود وعاملين عزا؟ ولك عم نحاول نقنع على FBI إنه مرت عمك توفيت لما عيدوا يلحقوها. ولك دخلكن أنتوا وأفكاركن، شو مين مرت عمي يعني ليلحقوها؟ ما قلنا لكم من يومين انطروا ليرجعوا ونشوف شو بدهم. وحسين لما عرف قال ما تلعبوا مع FBI، بكرة بس يرجع من لبنان بيعرف شو القصة وبيتصرف. عشو خايفين؟ بركي بدهم شي منا. شو بدهم مني هودي FBI؟ هودي الفيت عندهم مفقود والطالع مولود. انا بقول ايه بلكي عرفوا انه لما كنتي انه انت كنتي قاعده اللي قلب البلد. شفتي؟ بلكي وانا بقول ايه بلكي عرفوا انه لما اخذتي الجرين كارد صرتي تفوتي وتطلع على البلد بلا اذن ولا دستور. شفتي؟ بلكي يمكن ايه. وانا بقول ايه بل تعرفوا انه كنتوا تاخذوا مساعدات من الدوله وابنك عنده محطه. يا مشحره يا مشحره يا مشحره وانا بقول ايش هو بل تعرفوا انك بتضلك تنقري بابو حسين وهيدا بسموه تشايلد ابيوز. يا مشحره يا مشحره بهيدا. انا بقول ولك يا ويل شو بعرف تقول ايه بلكي عندهم ادله سريه عني يي على
الأدلة السرية يا مشحرة. رحنا فيها رحنا فيها. شو الأدلة السرية يا مليس؟ ولك يعني هودي الأفبي آي بحق لهم يوقفوك ويحققوا معي بدون ما يقولوا لك شو السبب بس لأنك عربي. هيك بيوقفونا وبهدلونا لأننا عرب وما حدا بيفتح تمه. ايه ومين في يقول لا؟ لك وين العلايو؟ وين المنظمات والجمعيات العربية؟ وين الدول والحكومات العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ ما بتنهز هز. ايش تنهز هلا بيفلك يرحك من مطرحه؟ هيك ببهدلونا لأننا عرب وما حدا بيفتح تمه؟ لازم الدول العربية تحتج وتستنكر. ايه ولازم الأساطيل العربية تنزل تنزل ببحور العالم وتلعبهم. ايه تتبختر تلعب. ايه كيف لكين؟ إيه كيف لكين؟ لازم الدول العربية تهدد الغرب بالمقاطعة إذا ضلن يعامل العرب هيك. شو نحن فيش دول بظهرنا؟ شو هالحكي هيك؟ ايه ايه نعم لازم نقاطع الغرب ونقطع عنه كل شيء. إيه؟ كل شيء لازم نقطع عنه. شو بدنا نقطع عنه دخلنا؟ السيارات الطيارات والأسلحة والصواريخ العربية المتقدمة والكمبيوترات والمركبات اللي بتطلعوا فيها على الفضاء. ايه والأقلام الحمراء وصبغة الشعر. ايه والفياجرا بدنا نقطع عنهم الفياجرا. الله استهبلت مرت عمي. يا ويلي يا ويلي شو بده يصير بالغرب لما نقطع عنه التكنولوجيا العربية. ياي ياي الله استهبلت مرت عمي والله. اخ شحار يلطنا كلنا سوا. انقطعوا عنا القمح من موت من الجوع. مع هيلو كله لازم العالم كله يعرف انه نحن العرب لا منخاف ولا منركع. تنهز اللي بعلمك منه وصاروا أنا. ويا محسن انت مهزورة من ايدك ويا من يسد ومعنى يا ديابك يا Good afternoon. وعليكم الأفترنون ورحمة الله وبركاته. I'm Agent Jones. This is Agent Smith from the Federal Bureau of Investigation, the FBI. هيدا جونز وصاحب البس من الFBI. اتشرفني اتشرفني. Enchanté. Do you speak English? No, habla inglés. Muy bien, señor, habla español? No, habla español, habla árabe وبس. I see, and how about you, sir? Me, no si, no speako, no hiruh al'anmi. Very well, and how about you, sir? Hayda al'arabi al'anglis. We see, 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 we see. Bless you. Thank you. We are looking for a Jamili Eid, also known as Im Hussein. Is she here? Is Jamili here? Me, husband her. She no here. She gave you her age. Excuse me, I don't quite understand. Like she gave you her age, عطتك عمرها. I still don't understand, sir. Like she gave you her age, went up. Up north? Like up heaven. What? ولي شو بك يا ابو حسين صاير مثل ام حسين بالانجليزي. ام حسين ميت الدايد. دايد هيدا عم بحكي. دايد. Well, we're sorry to hear that. When did she die? Last week. Yesterday. And what was the cause of death? Car accident. Car accident. Bless you. Are you okay, sir? Yes, I'm okay, but I'm allergic. You know,
We thought that we saw another lady entering the house. Is there another woman here? يا تاتيري أشوف أم حسين فاتت على الباب. يا دي عادك يا زميلي لا تتحرك اسم مطرحك. So is there another woman here? تعرف شو؟ لك إذا woman يقول لكم four is here. ولي شو عم تعمل يا مسان؟ So where is the woman? The woman? Yes. Yes, there. This is a man. This is a woman. Well, he looks like a man to me. He looks like a woman to me. Look at his boobs. Well, hello, sir. Sir? I mean, no, sir. I'm all woman. Well, I assure you that we're looking for a different type of woman. Different? Yes. With my wig and some makeup, lipstick, a nice sexy dress, I can be the hottest woman you ever been with. Well, I doubt that, but it's a circus in here. Tell you what, we'll be back. Hey, Jesus. أشينا. ولي كم مرة صرت إيشش بهالدقية يا بوليس فرجيني لأشوف. وين لأشوف؟ عم تقش بالبنت؟ شو فيها يعني؟ بنت بهالبلد بتقش مثل مش الشاب وهيدا الرأي كمان. ايه بتقش برا مش بالورا، اخو بطل بقش بتلعب زعبر شيء. بتلعبي لك شدق طاولة؟ لا ماليش ليلة الطاولة. طب امشي نروح على البيت. شو بدنا نروح نعمل بالبيت؟ ما هم قاعدين بالبيت قاعدين. وبعدين تعال اقول لك شوي. هلا فيناش نروح على البيت، بلكي اجوا الجماعة خفلة على لعند ام حسين. شو أنا مخلفها ونسيها لأم حسين ويطبوا عليها؟ ولك تعال هلا إذا قعدنا بعد شوي بيلقطونا على الغداء. أم حسين راحت جابت لحمة بدها تعمل كبة وفراكة. وأنا سمعت عم بتقول بدها تعمل فتوش كمان. فتوش كمان؟ إيه أوه شو بدنا نروح نعمل بالبيت؟ نلعب يلا فت لشوف. أخ لو بتصير جريدي حتى أكون بين إيديك اليوم. أخ لو بتصيري جريدي حتى غيرك اليوم. ولي بدي أعرف شو فيها هالجريدة بتفليها تفلي كل نهار، ولك تتعبش من القراية؟ عم حل كلمات متقاطعة. إيه أحلى أضرب يعني. تعي ساعديني بهيك. شو قول؟ قال شي لونه أسود وبشر وعليه شعر مكزبر، أول حرف كاف وآخر حرف سين. شي لونه أسود وبشع أو على شعر مكذبه. إيه. أول حرف كاف وآخر حرف سين. إيه. شو من كم حرف هنا؟ 13. إيه. وليه مكبره؟ أول حرف. إيه عرفت. كاندليزا رايس. كاندليزا رايس. إيه. يا عمي شاطر هالصبي شكله. في وحدة تاني. إيه. حيوان أليف. لك هلا شو اللي عن جريدي عمل وقت الكلمات متقاطعة؟ غمض عيونك وشيل هالجريد بيدك، أنا محضرت لك مفاجأة. إيه أنا بحب المفاجآت. إيه غمضت عيوني. فتح هلا. لك إيه زحك هالشكل شو؟ وين المفاجأة؟ ولي أنا المفاجأة. أنت المفاجأة، لك أنت كابوس. ولك تطلع فيي. بس علي شيلني بنظرك من فوق لتحت، شوف شو اللي مغير فيي. قربي صوبي لشو؟ ها؟ لك قربي بعد؟ ها؟ قربي منيح؟ طلع فيي. ايه مغسلي وجبة سنينك بالدش واشر. يا خزلعان عنك شو زكي وحربو بالدش واشر؟ ليش ماشي بالدش واشر؟ منا صايرة مثلك. غراض المطبخ كله صايرين مثلك. شبه شو بقى البراد؟ شو بقى الفرن؟ الفرن صاير مثلك. بده 3 ساعات ليحمى، وبس يحمى بصير يفقع ويطلع اصوات من ورا. والبراد؟
البراد صاير مثلك، المدير ماشي بس التفريز عم بيصير من تحت. وانت شواشر صايرة مثلك، مهرية نبريشة الجوانية والبرانية. دخيلك أنا، دخيلك ودخل حكيتك، هلا ما عرفت شو المفيجة. ما معقولة بحس هاي الملاحظ، ما بتطلع وشوف، ما قدامك واضحة مثل عين الشمس. أم حسين عاملة عملية تجميل. يا سلعان ما أشترك أنت التاني وبتشيلها على الطاير يعني. متأكد أنت متأكد؟ إيه منك شايف فيها شو زغران الحكي فيك لقى فيها ومركبه من قدام. قال مثل ما قال المثل شابت لحاهم والعقل لسه ما جيهن. يخزي العين عنك شو شاطر وحربه وبتشيلها على الطاير. ما انا سريع وملاحظه. ايه لازم تاخذيه لجوزك على هيدا من سيربح المليون على الال بي سي على الام بي سي. لك ايه من سيربح المليون مش على الال بي سي، من سيربح المليون على الام بي سي. فش من يربح المليون على الال بي سي؟ لا، في من سيشلح الكلسون على الال بي سي. بخلي حاجة تدوني وتعوني وتغيري بالموضوع. كيف تعمل عملية دون ما تاخذي اسمي؟ ها منين عنده اسم الحكيم يشلك اياها من قديم ويحطها ورا؟ ها يشلك اياها من ورا ويحطها قديم. انا عجبتني مطرح مكاني. ولك طول بالك، طول بالك، حاجة تهد وتعد هلا. وقعد لخبرك صدقت انه هيك قفايه؟ مش هيك الرزق مال اصحابها. انا بدي اتشكى على الحكيم، كانت اظرف من ورا، هيدا بسموه مال براكتس. ولك بس حاجة تشد من قدي يرضى عليك وقعد لخبرك اذا صدقت انه هيك قفايه. شو هيدي لك؟ لك عود 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 لخبرك بطريقة اللي بقى أحلى ما إذا خبرتك خبط لزق هيك يصير لك شيء. عود عود آخ 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 إيه بحسين؟ إيه؟ تذكر نحن عرسين شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعلى المناسبات والعيد؟ ايه تذكر؟ ايه كنا نتحمم. ولي قبل الحمام، قبل الحمام شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعيد؟ بعدين صرنا نعمله بالشهر مرة، بعدين صرنا زوروني كل سنة مرة. مزيك مزيك. يا ابو حسين، شو اللي بيعملوا الرجال ومرته كل مدي بعد مدي؟ كل قديش يعني؟ يعني بالجمعة مرة. الجمعة مرة؟ ايه 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 بيتقاتلوا. وبعد ما يتقاتلوا بيتصالحوا. طيب عصيب وكيف بيتصالحوا؟ بتضحك عليها بكلمتين وبطب حد راسه بنين. ايها اسم الله، قصة حياتي من 25 سنة يعني. اسم الله على قلبه وعلى هالحالة بده ان شاء الله يفهم منك حبلي. حبلي حبلي يا مشحح يا شدي ليه يا مشحح راح يسلمك. جيبوا ما جيبوا ما جيبوا. بسم الله بسم الله بسم الله. يقطع عمرك قلت لك علي تخبره بطريقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك. ليك يا جار أنا بعجبك. ها عنتر عنتر. لك لك ومصدق حاله كمان. من متأكدي إنه أنت حبلي مش غزيت؟ لا حبلي. أنا بقول غزيت. وأني بقول حبلي. لا غزيت. لا حبلي. وإذا طلع معك صبي شو راح تسميه على اسمي؟ لا بدي سميه مهند. وإذا طلع معك بنت؟ بدي سميها أزميرالدا. وإذا طلع معك غزيت؟ إيش ساعدة بسميهن على اسمك؟ لك أبنيك، لك أبنيك بترجيك. ها ما تزعليش الشكر شكر السويت هارت تبعك. تعي 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 يا شكر شكر، تعي تعي يا سويت هارت، تعي تعي لندش ونغنش، تعي عدي حدي هاولي، تعي تعي على مهلك على مهلك، تعالي حد على نفسي، عدي 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 هاولي على نفسي، عدي 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 على مهلك، عدي عدي عدي. هذا ما حد الأشياء هوني. صلنا زمين ما عدنا حد بعد هيك عديد. جميلي يا جميلي. شايف البحر شو كبير. ايه كبر البحر بحبك. إلنا زمان مش سامعين هالحكيات الحلوين. ايه ابو حسين. ايه شايف السما شو بعيدة؟ ايه من ريحة جرايك. لك تستميلي يا جميلي يا ورد مفتحة مقابيلي.
لك أني تملك الغرام وأنت الأرجيلة، أني أنديل الهيام وأنت الفتيلة، لك أني قيس وأنت ليلي الهبيلة. عشت امرأة القيس. يلا عيشي بهالنعمة أنت 9 أشهر على هالحالة. مين قال لك 9 أشهر؟ ولا إذا ضلوا بحسين بهالحنية والرقية بدي ضلني حبلي شي 27 أو 28 شهر. أم حسين؟ يا عيون أم حسين. من مين أنت حبلي؟ من أم الياس. من أم الياس؟ شو مستهون أم الياس؟ هيدي يخدم جيل. أنا بقول على إلي بنتي شاكك من أم الياس. لك بس شمت عليك بس، صدقت من أم الياس. ولك هيدي خطة عاملينها. حتى إذا إجا الـ FBI على غفلة وطب علينا ما يعرفوا مين أنا، هني عم بيدوروا على مرة ختيارة، مش رح ينتبهوا لمرة حبلي هيك مدي. خططت هذيك جهنمية يا أم حسين. إيه هيك لازم نضلنا على طول مخططين. إيه ويكون عندنا خطط بديلة، إذا ما زبطت هيدي الخطة منجرب غيرها. نحن العرب عندنا بعد نظر ومتفكر. إيه وشو خطتكم البديلة غير هاي؟ الخطة البديلة إذا ما زبطت هيدي بدنا نعمل عرس ونجوز بحسين. ايه ايه عجبتني. ايه ليش لا؟ ايه ليش لا؟ ايه ساعتها بنضرب عصفورين بحجر واحد. تعالي لكم اول عصفور. ايه اول عصفور بنعمل عرس وبنقنع الـ FBI انه مرتك ماتت عن جد وعم تتجوز انت بديلة. ايه وثالث عصفور؟ ثالث عصفور تعالي لكم بنعمل عرس وبنعزم هالعالم، إلنا 20 سنة بنعزم على راس وبناخذ معنا ظروفي، وفهمك كفاية. إلا بعد هيدا القايس نجرس حالنا هون بالجيل. إيه وأنت كمان تقبلي إنه جيب عليك ضرة؟ إيه ليش أنت لك مصدق حالي بدنا نتجوزك عن جد؟ لك أنا عن كذب؟ إيه لكان عن كذب لكن أنا ما ببلش، يا بتكون قصة عن جد لما لا، أنا لما بدي أعملي بدي أعملي. إيه مشحن على كل الليل والله مش معي مو وين رايح بدي اروح اجيب عروس. لك انا قد يرضى عليك دبرني لك العروس. مين العروس؟ ام الياس رح تلعب دور العروس. ايه ليش لا قبلين. ايه هيك لا 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 شو ولا دستور بتربطي وبتحلق ومين قال لك انه انا موافي؟ ولا ليش بدك توافي؟ اللي عنده مره مثل مره بيعرفش كيف يخلص منها. منك شايفها؟ منا مثل البوم مكبتلي ومصروف. والله لاك عيونه مثل 5 دجاج بالوحد، لسانها مثل طرطاق الطحون، ايديها مثل معفط السجاد، اجريها مثل شطيح التنور. لاك ولك لك هالوش لاك. والله مش عاجبك وجهي؟ ليش وجهك احلى؟ ايه ما في شك. لك انت بتعرفي اما تغنت فيروز يا قمر مشغره؟ امتى؟ لما شافت وجهي انا. يعني انت بتعرفي اما تغنيت فيروز يا بدر وادي التاين؟ امتي؟ ايه لما شفت افقي انا. هيدي بيقولوا لها يا بدر وادي التاين هيدي. هيدي بيقولوا لها هيلا يا واسع هيلا هي. ايه وانا مع كل عليتك مش بستغني عنها. ولك يا جماعه هيدي كله من ضمن الخطه. والله افكارك جهنميه يا ام حسين، من وين عم تجيب هالافكار كلها؟ هذه أفكار ومشورات نبرتي الحلوة الأمورة أم الياس. إجي أم الياس لازم يشغلوك بالCIA أما بالFBI. ويك ما قدمت على CIA والFBI بس ما قبلوني. ليش؟ عرفوني إني عربي، قالوا لي أنتوا العرب ما فيكم خير لبعضكم، بده يكون فيكم خير إلنا. والله هدي بيجي كلها عاملينها لتهربوا من الFBI. إيه كل قطوع بيمرق واللي مقدر ما منه مهرب. آه. والله مثل ما بيقول المتى بتحطوا أفيك ونعوكرة ببيل وبتقولوا هيدي تقدير يا جماعة. هولي ما بيلعب معهم فكعمي. هلا FBI ما إلو شغلي بلا عمي إيه. قليل نحن عم نعمل كل هالخطط هيدي احتياطاً حتى إذا رجعوا. بس عني إلكم بعد اللي شافوه منكم هذيك المرة، يعني أنا بإلكم لا بعد تشوفوه هون ولا بعد تشوفوا خلاقهم يعني. Are you M. Hussein? Yep. Good after evening. Good morning. Good Lord. Are you M. Hussein? No, I'm 44. Yep.
يا مشحرة تعال يا مليس تعال يا شد يا شد يا حال والشمل يا مشحرة واللي فوتي فوتشي بالمبسحة يا مشحرة أنا أسألوا عليك يا شد يا حال يا مشحرة أنا What's your name ma'am؟ أفتح ششتة يا دلي دلي يا دلي عفشونة عفشونة يا بحسان عفشونة عفشونة يا مشحرة شعب زير هاو شعب زير What is your name ma'am؟ Hold on 20 seconds يا مشحرة ولك عفشونة لك لك هداك عم يطلع بالصورة ولك عفشونة يا مشحرة يلينو انت اختة We are looking for a Jamili Eid. Are you Jamili? No, أنا 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 سسترتها سسترتها أنا سسترتها انتصار What's your name? انتصار انتصار اسم علم مؤنث مشتقة من نصرة نصر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره نصر انتصر ينتصر نصر بتصير فيكتور انتصار بتصير فيكتوريا My name is Victoria Okay, thank you Victoria And what is your last name? سر أبديش إلا Secret Your last name is Secret? إيه ولا بطقش تحلك Yes So you must be Victoria's Secret. Yes, yes. Yeah. معلوم. مالك شايف السكس كيف عم بشرشر مني شرشرة. مبين مبين مجلجات الأرض اللي عم بشرشر مني. Ma'am, I need your full name, your age, and your INS status in English. سؤال سؤال إذا. بدو اسمك وعمرك وعنوانك. اسمي وعمري وعنواني. إيه اسمي وعمري وعنواني. Do you understand me? Huh? Do you speak English? Half and half. How so? Half I speak. Half I no understand. هلا اللي أنا قلت لك إياه من ال half I speak. ليه أنت قلت لي إياه من ال half I no understand. Let's start with an easy one. How old are you? كيف بيقولوا 30 بالانجليزي؟ 60 60 يا بجعة أني بعرفها بس أنت أنا بدي أتأكد منك I am 30 40 حاسكي أنت وياه إن شاء الله بتح من هلا لبكرة الصبح مش رح زيده سنة. 40 and a few months. How many months? 169. Are you related to these people? شعال شعال. لك عم يسأل إذا بتقرا بينا. إيه مي ريليتد تو هيم هذا بالأبوعة هونيك مي ريليتد تو هيم هاو ار يو ريليتد تو هيم هي از وي از كيف بيقولوا صهري جوز اختي بالانجليزي براذر ان لو مش براذر معناتها خي لك ايه خي بالقانون يعني ايه والله صدقتي خي واعز مثل اخوي يعني وياه كيفك يا شقيقي شقيقتك بتسلم علي he is my brother in short in law in law brother in law okay and how about this lady هيدي جارة اختي neighbor sister me and this gentleman husband neighbor sister me just جارة اختي do you live here no What's your address? شو عم يسأل هيدا مش عم يسأل؟ عم يسأل عن عنواني. إيه لك نحن قاعدين علينا لعبة ظهور دبين قضاء مرج العيون. براس الطلعة عاد بدو عزو ورا الطاحون يعني سألهم ليه قاعد بتهش. English English English. كيف بدي ترجم لك إياها بالإنجليزي؟ تعي ساعديني أنت هون تعي. ولي شو مفكرتني ترجمي الحديث؟ بعدين كيف بدي ترجم له ليه اللي ظهور دبين وبدو عزو والطاحون وقضاء مرج عيون وآخر الطلعة كمان؟ بدو عنوانك هوني بأمريكا. عنواني بأمريكا. إيه عنواني بأمريكا. Let me make this easy, ma'am. Do you have a driver's license? No, no, no. Do you have a green card? No, no, no. Do you have a passport? No, 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 no. ما عندش لا. No, no, ما عندش. Are you a resident? Are you a citizen?
Are you here on a visa? How did you enter the country? ولك كترش الأسئلة علينا مش عم نفهمك يا حير. شو عم بيقول هيدا؟ شو عم بيقول؟ ولك عم بيسأل عندي إذا عندك أوراق. إيه. وكيف فتي على هالبلد؟ إيه وشو بقول؟ شو بقول؟ إيه أمر الله أنا الترجمين بدي أعمل لك محامي دفاع كمان. لك قليله قليله إنك جيتي لهون السياحة، جيتي لهون فيزة السياحة. إيه 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 عراس لسانك مثل لسانك مثل لسانك بقراها. ايه عرفت 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 عرفت. خلي يروح جيب القاموس. ايه روح جيب القاموس. ايه حط القاموس. القاموس هي على الميكروويف جوا بالمطبخ. يلا 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 يلا. ايه لايكي لايكي. ها. اي ساعة بدك تعمل الكبة؟ ولك ولا فوتي وقت الكبة تبعك انت. ايه يلا. يلا شو عرفت 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 عرفت. ايه شو هي؟ Excuse me, you're a what? A terrorist. A terrorist? Yes, I am terrorist. You're a terrorist? Yes, I'm terrorist from the Middle East. You're a terrorist from the Middle East? Yes, I is. Ma'am, what is the purpose of your visit? How long have you been in this country? Why are you here? Well, like at the كترش الأسئلة علينا مش عم نفهمك كتير. I'm here, أني may come here. جاي لهالبلد وجاي بدي اكتشف. Come here to شو اكتشف بالإنجليزي؟ بيقول اكتشف بالإنجليزي. وأنا رحت يا من هاي؟ هاي من لقيتها. ولا كيف بيقولوا اكتشف بالإنجليزي؟ هذيك لقيناها ما عشت من إياها. كيف بيقولوا اكتشف بالإنجليزي؟ اكتشف discovery. Discovery. ولك discovery. ولك في الشهوة منها هالكلمة. ولك يليلو explore. Explore. May come here to explore. Excuse me, what? Come here to explore. أنا بدي روح على نيويورك to explore. على لاس فيغاس explore. على هوليوود explore. على ديزني لاند. لكي يليلو بدك تروحي على واشنطن زوري. ايه على واشنطن. على الوايت هاوس explore. على الكونغرس. والله I want to explore as much as I can. والله. I see. And how soon do you plan on starting? Very, very soon. Tomorrow. بإذن الله. Tomorrow. عليك خير. Tomorrow. So let me get this straight. You've just confessed to being a terrorist from the Middle East, and you came here to put explosives all around the country. إيه هي. أنا سايح من الشرق الأوسط وجاي لهوني لأكتشف البلد. Yes. Yes. I is. Yes. Yes. We need a background check on every single person here. We need to monitor this place 24 hours a day. A full report needs to be sent to the Bureau in Washington. I think we may have found a terrorist cell. Ladies, we will be back. يا مشحرة يا ملياس. ولك بعد كل هالخطط وبعد ما اقتنعوا ملياس ما إلنا إلا الخطة البديلة. يلا.
بعلمي انت بدك تاخدي دار العراس. ايه بس ما كانش يفوت فيه فستان العرس. ايه جبت مين يفوت فيه؟ ايه مين 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 جبت لك بنت عربتنا مثل طربون الحبا، شو بدك بهالشغله؟ ويه ويها يا عروس فليحيى اللي مربيكي. ايه ويها يا جوهرة متمني وين كان مخبيكي. ايه ويها يا جوهرة متمني وبعلبة الصايغ. ايه ويها وربحان يا مشتي وخسران يا باي. ايه ويها يا حصرتي علي ربحني. ايه ويها ويا جرستة علي عملني. ايه ويها عريس العز والرجولة والشباب. ايه ويها امنا لقردي جوزني. ايه ويها معاريسك هرهر وهدرا. ايه ويها من قدام ومورا. ايه ويها مش حاري لتها العريس. ايه ويها بطلنا نعرفه زلمي ولا مرة. ايه ويها وعروستك كل البشيعة ربا. ايه ويها خلقها وفيها صبا. ايه ويها اللي محيرني يا ابو حسين. ايه ويها من اي مطرح راح تحبها. ايه ويها وحبك حب غضب الراب. ايه ويها بتضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. ايه ويها مسكري على البيت. ايه ويها يمسي امر ايه واكرعين دقيق تلتك منخير وتلتينك شتيق. جو 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 FBI بليز. يا حاف يا حاف يا حاف يا حاف على هالآخرة يا حاف. أنا أم حسان عسن ورمح انتهي بالحباس يا حاف. شفتي شفتي لك العالم بتحلب بحياتي هلا شو بيكون عم يحكوا عني هلا بيقولوا أم حسان عم تلشي ضرب تهري يا مشحر على هالآخرة على هالسمعة هوني بده خبرية لحتى يجلجوا فيها. هلا بيكونوا عم بيألفوا قصص وخبريات. ايه وبدل ما يعرفوا السبب الحقيقي اللي وقفونا بصيروا يطلعوا خبريات واشاعات. ايه الله يجازي اللي كان السبب. ايه الله يجازي. ايه الله يجازي اللي كان السبب. ولا مين كان السبب ها؟ مين؟ قال مثل ما قال المثل جيرانكم كنا ومنكم تعلمنا، انتوا خططتوا ونحن تحمرنا. ايه انا بقول في شيء غلط. أنا بقول ولك حاش تريد أنا بقول في شيء غلط مغلطين بالأشخاص وأنا بقول إنه أنا بتقول يا ويلك حاش تريد أنا بقول أنا بقول ضليت تقولي أنا بقول أنا بقول أنا بقول لانتهينا بالحبوس ولك موتيني وحبلتيني وجوزتيني جوزي وجوزي عملتي مرة وبعدك بتقولي أنا بقول أنا بقول قال مثل ما قال المثل بتحطي جمرة بدية وبتقولي ريحة لحم مشوية ولك عم قلك أنا شو دخلني ولي مش أنت كنت تشوري علي الحق علي اللي كنت اسمع مشوراتك قال مثل ما قال المثل لو إذا الكذب بينجي الصدق أنجى وأنجى. طيب شو فينا نعمل هلأ ها؟ أنا عارف شو فينا نعمل قال مثل ما قال المثل لو بعرف برقي كنت برقي عقرقي. دخلك لك منعم طلع هالأمتين كلها ها؟ أنا عارف منعم تطلع هالأمتين معي عالخاف كنت. ايه والجوع ايه لا على البرد كمان يمكن بردانة انت يا مش حرم نفسه في متخطيات التسعينية وبعدك بردانة. انا بس خاف ببرد كثير. ايه وقعني بفور دمي يعني هلا ضغطي يعني 25 يمكن. اه ليك ايه تعي نعمل اضراب عن الطعام بلكي بيطلعونا. لا 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 دخلك انت اضربي عن الطعام انا فيش اضرب عن الطعام للجوعان. بعدين سمي الموت لجيبونا شي ناكله. جعاني لا؟ ايه كتير يا مشحة لون حدك على تطلقت مشي كتفة من كتافي هلا بدك اخ عشي قرص كبة وشوية حمص وكفتة مشوية اخ طيب الكفتة ايه طيب الكفتة اخ عشي اكلة بامية ايه طيب البامية ايه طيب كتير كيف بتعمل البامية انت؟ انا كتير بعملها قلية توم وكزبرة اخر شيء ايه طيب وكتلها بهاراتها وبحطلها حط الله دبس رمان ايه طيب شحتيني عشي صحن بامية ايه شطت رايتي لكن بتعرفي يا ام الياس شو ما كانش لازم يحطونا بنفس الحبس انا وياك صاير عم بهدس بالاكل كثير اني مثلك صار فينا مثل ما قال المثل لا تربط الجحش حد البغل ما تعلم لبيطه بيتعلم نهيبه دخلك انت ومنتقلك دخلك دخلك انت ومنتقلك هلكتينا او لك شو بيكونوا عم يعملوا رجال شو بعرفني شو عم يعملوا رجال لك يا ابو حسين وينك وين عم تسمعني؟ شو بك عم بتصرخ؟ شو عم تعملوا انت وبحسين؟ عم نتعشى
عجاد عجاد جابولكم العشاء. ايه جابولنا مناقيش بس 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 بالزعتر. ايه عجاد عجاد. ايه وجابولنا قطايف بالقطر كمان. ايه انا بحب القطايف كتير. ايه هلا انا باكل وحدي عنك. ايه وبحسين بحسين عم ياكل معك. بحسين عم ياكل عسل. جابولك جابوا لنا عسل كمان. لا كي محليه مليزينه جابوا لكم عسل كمان. ايه بلع العريس بليله عرس شو بياكل؟ بياكل الضرب. ايه بلع العروس بتاكل عسل. العروس بتاكل عسل. يا شحاري لا اكلنا عسل ولا تشحرنا هذيك الليله. ليش؟ انت ما اكلتيش عسل هذيك الليله؟ اكلت سرماي اكلت عسل. ليله الدخله. فات لعندي. بوصلي من فوق. وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تاني ليلة بوصتني من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تالت ليلة جابني بوصتني من فوق قلت له لك شو بيك؟ شو بيك؟ أبدك شي من تحت؟ قال لي مبلا إذا نيس لتحت على الأبو عشي الحمار. لك ما قصد بالك أنت وياها، لك أنت بشو ونحن بشو؟ لك تفضلت مخططاتك انت وياها لو وصلتنا، لك صرنا بالحبوسه بهالاخره. اخ ما فيش مثل كذب، المثل بيقول الدنيا بلاها وملاها واكثر بلاها من نسيها. ايه نحن عارفين رح يصير فينا هيك يا ابو حسين. لو مش حق عليكم، لك الحق اللي بيمشي ورا مخططاتكم. المثل بيقول من طاوع الانيس دفع الطاقم تنى وتليت. ولك انت كل عمرك تردش على حدا. لوين ردت على مشورات ام الياس ها؟ قال مثل ما قال المثل جيني بيلعب بعقلتك. خلص كفينا كفينا امثال انت وياه، دبحتينا امثال اليوم. لك اخ على جرصتنا وبهدلتنا. وقفونا مش عارفين ليش، حبسونا مش عارفين شو تهمتنا. لك وقفونا لان عرب وشاكين فينا. ولك شحاري لطنا نحن العرب، لا حكوماتنا محترمتنا ولا حكومات العالم محترمتنا، واما رحنا مبهدلين وكيف برنا بضلوا محكوم بالعالم. انتي نبشوني مثل ما نبشوني. نبشوني ما خلوا قطعة تياب علي، حتى تياب الداخلية بدهم يشلحوني اياها كانوا. وتروح وحدي وتيجي وحدي وتدسدسني. بس في وحدي كانت نايس كتير معي، مع انه اول ما شفتها خفت منها. تشوفي شكلها مثل رجال وتشوفي هالعضل ودقها هالتاتو. وتروح وتيجي وتغمزني وتروح وتيجي وتغمزني. قلت انا يلا لكوني منيحة ما عصرت غمزها انا كمان. ولا بعد شوي اجت قالت لي وير فراميو؟ قلت لها اي لبنيزي لبنيزي. قالت لي وات وير ار يو؟ قلت لها لبني لبنيز. قالت لي يو لبنيز؟ قلت لها ايه لبنيز وعراس السطح كمان وراف عراسي كمان. براد براد. ويا حرام هي عرفتني لبنانيه وشوفي ما احلاها صارت معي يعني. وبعدين اجت وصارت تعملي لي مساج لرقبتي وايدكتي. كثير كثير كانت نايس معي، انيس من الكل كان البقيه. ايه اكيد في 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 غلط، يمكن في شيء لخلخ لخبطه. ايه يا جماعه ما يكون حدا دازز علينا، ما بتعرفيش اولاد الحلال كثار. لك المثل بيقول لك بلا امثالك يا ابو حسين، فلقتنا قبل امثال انت وابن حسين اليوم. خفينا امثال. اخ بتعرفوا يا جماعه، لك نحن العرب منخلق والخاف بيخلق معنا، منعيش بالخاف وبخوينا، منضلنا خايفين على كل شيء، خايفين على حالنا على اولادنا على بلادنا على ارضنا على حياتنا. نهرب منه وهو بيلحقنا. هربنا من بلادنا وجينا لهون، وبس ثبتنا اجرانا وتمركزنا شرف الخاف واجينا ورجعنا نخاف. خاف من الايام اللي جايه، خاف على اللي عمرناه وبنيناه بالشقة والتعب يروح يضيع منا بليلة ما فيها ضوء قمر. تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير. من الشايفة؟ عشي فنجان قهوة هلا. عشي فنجان قهوة هلا قدام البيت عنا. وصبحية مع الجرات. يا والله اشتقت لهالقعدات هيك الحلوة مع الجرات ولتلت الحكي والطبصير. يا الله اسم الله على قلبك اللي بيسمعك بيقول صلك سنة طالعة من البيت، حلك تشتاقي له؟ ايه منشتاق للشغلة بس لفيدي. والله استهبلت يا ام حسين، هلا بتشوفي بعد شوي بيطلعونا. ليش نحن شو عم نمشي غلط ها؟ ايه ليكي؟ ايه
تذكري هذيك الصبحية لما بصرنا فيها لفاليري مارت منير؟ أمتى؟ كنت راجعة بعدك جديدة من لبنان وبصرني لها وليك بتذكري؟ مالكو يا هلا يا هلا شرفي شرفي وين رحتوا؟ يا هلا يا هلا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة الله يسلم يا عمي انك تهدي يا عمي ليه اشتهت اللي خدي جبت لك هي معي من سلم دياتك لشو معزبي حقك ولا ما في شيء من قيمتك شو بش 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 شو شو بش بش لك شو هالشياكة شو هالأنيكة فرجيني شوف يا الله يا الله يا الله يا الله برمي برمي يا عمي أنا شايف ناس شياكة وأنيكة بس أشيك وأنيك من هيك بعد مش شايف يا شفتي هالحركة كله ولك يا سايبي قديش جايبي معك اغراض من لبنان؟ ولك ولا قطعة ايه هودي كم قطعة اشتريته من هون قبل ما نزلت على لبنان ليش منشرى شي من لبنان؟ يا هلا يا هلا غلا وكوى يا هلا تفضلي تفضلي مين هالست اللي عندي؟ ايه هيدي فاليري مات منير امريكانية جوزة لبناني نقلوا على البيت اللي حدنا بغيبتكم انت هاي فاليري ام امليس Yes, I've heard so much about you. أنا خبرت عنك كتير. Oh, you're not that fat. Fat? عمرك ما تقول سينك. She told me you're as big as an elephant. Elephant? لك يا عمرك أنت لك هي دم خفيف السيبي. Her blood is light. What? أطلع الله وطنتك إروني عدي عدي هوني يا عالم فيك بتصديها هاتي هاتي عنك هاتي ما قلت إنه على فان لا لا هاتي هاتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا فيك آخ 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 إيه والله إنه فيتي إيه والله والله اشتقيتكم إيه طمنينة بسطت كتير بلبنان إيه بسطنا كتير قضيناها شهر فرفشي وشم هوا كتير كتير بسطنا إيه خي خي إيه بس شو بدي خبرك بلبنان إيه في ناس طولانين جرية قد ما بتركض ورا لقمتها ايه يا حرام علي وفي ناس طولانين ايدي قد ما بتمد ايدها على الميل العام ايه ولاد الحرام ايه وفي ناس طولانين سنتها وفي ناس طولانين دنياها يا دلي علي إيه يا دلي وما حدا بيحل ويربط بلبنان الا باذن الشقيقة ايه الله يعينن علينا هالسوريين ليش نحن اللبنانية غير الله بيحملنا لك في شي جاش فات عبلادنا إلا هبلناه وفل هريب يعني الله وكيلك نستقبلهم بالرصد ونوجعهم بالبطاطا والبندورة كله إيه والله بس السورية نحن وياهم غير شكل يا عمي إخوي إخوي سمن وعسل منحب بعضنا كتير ومعلقين ببعضنا كتير نحن معلقين برقاب ونهني معلقين بخوانيننا يعني إيه والله إخوي ونضلنا إخوي وإذا نحن نسينا بذكرونا هني بيقولونا نحن شو بنقول أخ 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 خلص شو بدنا بحكي السياسي يلا شو بدنا السياسي مع إنه نحن العرب منخلق والسياسي بتخلق قدامنا خبروني جارتنا أم محمود فلسطينية عنا بالضاحية خبروني من مدي كانت عم تولد شي إنه هالولد طل راسه هالصبي طلع باللي حواليه وسألهم قال لهم مين إجا رئيس وزراء بإسرائيل؟ قالوا له شارون قال لهم ولي وفات وبطل يطلع ولا بحالي لا بحرام إنه هالصبي كان يطلع إجوا الحكمة إجوا الممرضات وهالصبي متنح الجوة وفي هونيك ضابط مخابرات سوري بالمنطقة عرف بالقصة إجا عند أم محمود وعرض خدماته عليها وقال له لك يا ست ام محمود نحن بالخدمه بعدين وقف بيت بطنا هيك وقال له لك اطلع اطلع يا جبين نحن لا شارون ولا باي باي شارون بعد بخوفنا وهالصبي متيز جوا متنحر وبدوش يطلع اخشي قام عصب الضابط الصوري وقف هيك وقال له لك اطلع اطلع ولا بفوت انا هلا بطلعك بالاول قالت ام محمود دخل جرك دخل جرك خلي الصبي يطلع لبحلق لحاله مش مستعجلين عليه انتم فتوا الله ما بيعود يطلع ايه يلا ليكي شو عملتوا انتوا بهالصيفية رحتوا لشي مطرح ايه انبسط ونزلنا على كاليفورنيا لوين على عرس ابن خي على كاليفورنيا ايه على كاليفورنيا إيه كاليفورنيا حلوة كتير هي رحنا على عرس ابن خي لابو حسين قضينا الشهر هنيك انبسطنا كتير اكيد انبسطنا إيه كتير حلوة كاليفورنيا إيه كاليفورنيا كلها طقسة حلو وبتشبه لبنان كتير لك هتشوف على الجبال وهالوديان كتير كتير انبسطنا بعرف وهناك انتبهت شغلة
كتير بيحكوا بالسبانيولي. إيه مزبوط بعد في كتير. وكل أسامي ضياعة بتبلش بالسان. سانا دييغو، سانا برونو، سانا هوزي، سانا فرانسيسكو، حتى أبو حسين صار يعطوا له سانا بابيتش أو نيجو. عن جد؟ إيه. لما ينزل يسوق على هالطرقة. إيه. شوفيش إلا الشوفارية تمد إيديها من الشبابيك وترفع أصبعها من الصاني. إيه. وتقول له سانا بابيتش، سانا بابيتش. تخميني هونيكي هاكي بيسلموا بالاسبانيولي إيه. بأصبع واحد. إيه. هم حدا بيسلم على حدا. إيه ما حدا بيسلم على حدا هون. إيه. إيه كملينا شو عملتوا بلبنان؟ خبرينا لشو؟ إيه. وين كنتي بالحديث؟ ليش أنت بتخلي حدا يحكي؟ كنا بالحديث كنا عم خبرك عم مشواري على لبنان. إيه طولتوا بلبنان. ولك إيه ما رحنا على فرنسا على إيطاليا وبعدين على فرنسا. على إيطاليا. إيه. شو إلك بإيطاليا مش ابنك بفرنسا؟ إيه هو أخذنا على إيطاليا يفرجينا عليها. وحلوة إيطاليا. إيه حلوة كتير 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 بتخت البرة منيها إرني إرني. خي. حتى رحنا شفنا البابا كمان. ليش المرحوم بيك بعده طيب؟ لك البابا البابا تبع الكنيسة بابا روما. هذا اللي بيلبس دشتيشي بيضة وبيحط طقوس على راسه. ايه هو. هيدا بتسموه البابا. ايه. ومرته شو بتسموها الماما؟ لك هيدا ما بيتجوز بيضلوا بتول كل عمره ما بيقرب على النسوان. بتول بيقربش ايه بيقربش على النسوان. شوفي البابا اللي عندي انا لكن عادمتي لو عندنا بالاسلام بيحطوا بابا لك بحسين بيطلع اهم بابا. ما علينا شو بيشتغل البابا؟ لك هيدا خليفة مار بطرس. خليفة مين؟ مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة. هلا مار بطرس وحده معه المفتاح. ايه ولي بلكي ضيع شو بتعملوا بضلكم برا؟ ولك تخلك انت وهالحكيات ولك كيف بده يضيعوا ها كيف؟ ايش بعرفني؟ قالوا لك اني بعرف يعني بمار بطرس وشو بعرفني؟ ليش انتوا بالاسلام مين معه مفتاح الجنة؟ نحن بالاسلام كل مين معه مفتاحه؟ نفتحه من فوق. Want more coffee? No thanks, I'm all set. Are you going to read my cup today? Eh, طبي الفنجان هون، طبي يلا. What? طبي الفنجان هون، طبي معلمتك امبارح، طبي. What? ولك طبي هالسرمائي. شو كيف بيقولوا طبي بالانجليزي؟ Bend over. Bend over! Excuse me? لك هيدي يا عم بدها هيدي القصة. يا قطيع لا بيفهم علينا الانجليزي ولا بيفهم العربي هاولي. اخي يلا عملتلك طولي بالك علي. شو وبعد ايطاليا وين رحتوا؟ رحنا على فرنسا كين صار وقت مرجان ابني تخلف وولدي. ايه شو جايبت صبي ان شاء الله؟ لا شو جايبت لكين؟ حزاري. هلا وقت حزازيرك ولا شو بدها تجيب؟ جايبت بنت. جابت بنت. ايه الله يخلي له. خلي لك ولادك يا رب. شو سموها؟ سموها اسمي. سموها امليس. لك سموها اسمي بولين. سموها امليس. بولين. ايه بولين يا عمي. طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان لما سميكي بولين. فرنساوي اصله يا عمي. كل اللبنانيه اصله فرنساوي. لكن all Lebanese French background. يعني بدك تقولي نحن والفرنساوية two asses in one underwear. شو عم تفهم عليك؟ عم تفهم شو؟ هيدي هيدي لشفت لك هالفنجان هيك يا والله حلوة لكن مين؟ Read Arabic, Emilias, read English, okay? Okay, that's fine. يلا ترجمي لي عندي مرت الماضي ما قدرتش تفهم علي. ايه شو؟ فنجانك حلو. Your cup is sweet. مليان حكي. Full of talk.
قدامك طريق. Front you road. طريق طويل. Highway. هاكي وخدت الطريق عندك هاكي قط شرير. You have mean pussy pussy cat. Yes. وهالقط بتمه حكي. In his mouth talk. وبيحكي بالقفا. Talk about ass. أفاك أنت. Your ass. وأنت رح تتضايق. You upset, upset you. بس أنت ما بهم. You don't care. لأنه أنت قلبك أبيض. Because your heart white. وصدرك واسع وما بهمك. And you have big boobs and you don't care. لكي عندك طاقة. You have hold. لا والله طاقتين طاقتين. Two holes. طاقتين فرج. Two holes of شو الفرج؟ Two holes of relief. بعد إشارتين. After two stop signs. رح تشوفي حمامي راسه كبير. ما بعرف ايش هي. يلا يا بني مليها. يلا مش راح تشوفي شيء. يلا بكفيك الحكي. اطمري هون حطي الفينجر يا. وات؟ حطي الفينجر مثل ما هذيك المرة. وات؟ ولك فينجر ذا كاب. هاري لطك ولطة. لايك. انت بدك تقدمي على خطوه وعدنك مش متاكده منها لان هيك حاطه اجري بهالجهه واجري بهالجهه. Soon you will have your legs widespread. What? Oh my god, you people are crazy. Oh my god. احنا كنا عارفين هيك رح نوصل لها. لا والله مش عارفين رح نوصل لها. مثل ما بيقول المثل ما اطيب من الشاورما الا جيجودو. بس حولك لك انت بشون احنا شو بعدك عم تهتي بالاكل انت؟ مش بدي اعمل جوعاني. جوعاني ولك استغلي هالفرصه بدلك قاعده هوني. يلا بلكي بتضعفي شوي ما اسمك انت عم تعملي رجيم. خليكي على الرجيم. ليش ما كانش يمشي حال الرجيم؟ جربت الرجيم وما صبر. والله ايه. ليش شو كنت عم تاكلي بالرجيم؟ كنت عم باكل خس. خس وحده؟ ايه بس خس. وبيشبعك الخس؟ ولك كنت عم باكل خمس خسات. بنهار؟ لا على الواقعة. يا مشحرة ولي خمس خسات بيشبعوا حصانات. كم وقعة بتاكلي بنهار؟ يعني إذا مش جوعانة خمسة. خمس وقعات؟ إيه. خمس وقعات وخمس خسات، خمسة بخمسة 32 خسة. ولي يا مشحرة أنت فلتوكي بحقنة خس. بتهمشيها كلها بجمعة يعني. ولك وقفت الخس وعم جرب طريقة تانية. شو طريقة شو عم جرب؟ عم باكل نص وقعة. كيف يعني؟ يعني باب بلف الساندويشي وباكل نصه. ايه؟ بعبي صحن الطبيخ وباكل نصه. بطلب المطعم بالاوردر بالمطعم وباكل نصه. ايه؟ وزبطت معك يعني عم تزبط هيك؟ لا ايه لا. طيب إذا طلبتي لك شي اوردر ايه؟ بالمطعم ايه؟ وكان الأكل طيب كتير. ايه؟ تقدر تهدي حالك ما تاكليش الا نصه. ايه ساعتها بطلب اوردرين. يخز العان عنك. ايه معلوم راح يخس وزنك معلوم. خ انت بشو نحن بشو؟ قال الناس بالناس والقطه بالنفيس. قال لنا بكره بنصير من شعوب العالم الاول وبيصير معنا جنسيه وبنصير امريكان. وبتصير امريكا تشد بظهرنا. والله لو عارفين رح ننتهي هيك بالحبوس. كنا بقينا ببلادنا مش احلالنا والله. بتذكري لما اخذت الجنسيه قديش عيطتي؟ معلوم قديش عيطنا وزلغطنا وقلنا ايه ويها.
يومتها. ايه وعزمتينا على الغداء وطعمتينا ملوخية وكبنية وحليتينا عثمانية كمان. ايه ايه ايه. ايه ولتفرجينا انك امريكانية طعمتينا امريكان تشيز كمان. ايه ايه. يخزي العان عنك ولا بتنسي شيء. ولا بتنسي شيء بالاكل. اخ يومتها قداش انبسطنا وزلغطنا ورقصنا. ايه قداش رقصتي وهيصتي وزلغطتي. قداش قلنا ايويها. ايويها تامركنا يا سندي وصار نسيتي سنين جاي مني. ايه ويها وتقلل سنة والانجليزي صارت لغتني. ايه ويها ويها كونجراتوليشن كونجراتوليشن. ويها وفاينالي صرتو سيتيزن بهالنيشن. ايه ويها from the bottom of my heart I congratulate you. ايه ويها وكندرا فور يو كندرا فور يو الهزبي لنيشن. مبروك مبروك يا ام حسين مبروك. يبارك بعمرك تفرح مني وليني انت. فرجيني لشو؟ لايكي 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 لايكي. يا عمي هالورقة شو بتغير الشواشي؟ معلم رحنا من هوني كنا من الشعوب العالم الثالث. رجعنا صرنا من الشعوب المتحضرة هلا. تحضر يا ابو حسين تحضر. اي اي لك يا ام حسين هلا نحن صرنا امريكيين وصار لازم نتحضر. صار لازم نجدد ونبدل. لاني مني وعلي ناوي جدد وبدل. انا اول شيء بدي اعمله بدي جدد شبيبي واعمل اللي ما عملته بزميني. يا فرحتك يا ام حسين يا فرحتك يا ام حسين لك سمعتوا هالسمعة. بدي يجدد شبابه ويعمل ما عمل بعد زمانه. يا فرحتي ولك يا ابو حسن يا ابو حسن يسلم لي طولك عشط الباحة زمر بابوره. دم 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 ابو حسن يا سبعة ومن إلنا خيره والليل الليلي رح منشوف خيرو. دم 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 دم. لك يا ابو حسين بدك تتحضر تحضر. انا بوقفش بطريقك. انا بدي اتحضر كمان. انا لك عندي شروط وبدي تنفذ لي اياها ولا بدلعك وشلحك نص اللي معك. انا صرت امريكانيه هلا. بدي لك تشتري لي سياره. بدي اياها سياره كشف. وبدي تجيب لي كمبيوتر. وبدي تجيب لي تليفون له انطين كبير. وبدي كمان تجيب لي جنبوي لألعب فيها. اشي شو؟ وبدي... اشي شو؟ اشي سيارة؟ لك انا ما معيش حق دوليب. شو قولك بشيلك حمار؟ ولا شو بدي بالحمار؟ ما عندي واحد. انت عندك حمار؟ ولشو مخبي علي انه عندك حمار؟ لا والله زكاتني عندي حماران. يلا لين يلا لين امشي. موضوع السيارة شلي من بالي. طول مشي لين. طول بالك. أني بعد ما خلصتش شروطي هون. هكا هسه بنحكي بشروطك على الطريق يلا. أني الليلة محضر لك مفيجأة. حكيمتك شو؟ مفيجأة شو محضر لي يا أبو حسين؟ أنا بتعرفني بحب المفيجآت. إذا نروح نحتفل الليلة الليلة. إيه؟ بدنا نروح نتعشي برا. إيه؟ وبعدين بدنا نروح نعمل شيء غير شكل. النزامين ما عمل لي. يا فرحتي يا أم حسين. أبو حسين. فيناش نروح نعمل الشي غير شكل قبل العشي؟ لا لا انا بحبش اروح على السينما ومعدتي فاضي. على السينما وش حاري لطك ولطنا. بدنا نحتفل بالسينما. لك متنا وعشنا لاخذنا هالجنسيه بدك تحتفل لي بالسينما. ولك انا صرت امريكانيه وصارت امريكا تشد بظهري كله. ويا فرحتنا ويانكي دودل كيفي دبو يانكي دودل داندي mind the music and the step and with the girls be handy. يانكي دودل one two tell riding on a pony stuck a feather in his head and call it macaroni. هلا 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 ه
مرت عمي مصرحة ومعترفة للإف بي آي إنه هي إرهابية وجاية تعمل عمليات وتحط متفجرات بالبلد. أم حسين شو؟ إيه ونبشولها ملفاتها من نهار نزلت فيه من بطن أمها لليوم. أنا كل عمري أقول إنه هيدي شكلها مش شكل إنسان طبيعي. مجنونة أنت لا تحكي هيك حكي شو مجنونة؟ كيف تحكي هيك كيف؟ بدك طول بالك طول بالك يا أبو حسين لا نفهم شو القصة. وحاطين نقطة عليا إنه هي معترفة. معترفة؟ لكن أنت تعترفي كيف ها؟ ما بتعرفي تلبي على السربية لسانك بحلقك كيف تعترفي؟ ولك طول بالك طول بالك يا عمي يا عمي في شيء لخبطة في شيء غلط. أعطيها تقطع هالحكي مشي لينا مشي يا مرة هيدي بيجيش منا إلا المصايب. ولك يا عمي والله في شيء لخبطة في شيء غلط. هلا بنطلعوا بنشبنا شي محامي طلعوني من هون هلا بنشبنا شي محامي. طلع عقلك انت ما في انت رح تبقي هون ونحن بنشوف شو فينا نعمل. يلا يا جماعة يلا ليلي يلا ليلي. ولك لا 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 وين رحي وين رحي وتركني وين؟ انا بشتركك انا قلبي يلا حكم معي. ايه ونحن عقلنا وفقارنا وقلبنا كله رح يكون معك. بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل. ما تخافيش ما تخافيش مش رح نتركك. بس تعرفي شو قعدتك بالحبس كم يوم مش بطالة خاطري. ولك يلا يا جميعا يلا لين. ولك يا بحسين يا شرف يا ملياش يا ملياش. ولك كيفيلك العلب تروحوا تتركوني؟ أنا محسن كلكم بتعرفوني أنا مش إرهابية يا جماعة. لك يا عمي هذا ظلم هذا ظلم عم يتجنوا علي. ولك يا حسين يا بحسين يا بوليس يا بوليس ولي مظلوم يعني مظلوم Thank you.
ياه شو اشتقت لك يا ام حسين؟ انا ما اشتقت لكش، يقطعك انت واللي بعتك واللي وينكم وينكم يا بلا ضمير يا بلا احساس، واللي وينكم اللي سمعت الشراع دي حوني ما حدا سألين عني وينكم؟ ولك تاولي بالك يا شيرين، شرشرك ملعون اللي يعميلك خلقتك ان شاء الله. ولك وينكم؟ ولك ليش ما حدا عم يسأل عني؟ ها ولك ما حدا فاضي كلهم معجوقين، خاف حدا ابو شيء، حدا صار له شيء؟ بحسين بحسين صار له شيء؟ ما حدا بيشيك لهم بألف خير؟ أفرائي شيء؟ ما حدا بيشيك لهم بألف خير؟ لك أنا مش عم يجي يسألوا عني ها؟ ولك مش فاضيين كلهم معجوقين؟ ولك حدا مش إلي بوشي إلي خبريني بحسين صار له شيء؟ لك لا طع أفرائي شيء ميت؟ بحسين بأحلى حالاته لا تهكي لي همه. لك أنا ليش ما إجي يسأل عني معك؟ ولك مش فاضي عنده مقابلة، بس بعت لك موسي تعي. إيه موسي تبوسك العافية تضربي بش فتير إن شاء الله. بيعد لي بوسي بحسين إيه ها؟ إيه؟ مقابلة شو عنده بحسين؟ ليش رح حدا مع وظيفة؟ لك لح مقابلة على التلفزيون، شو هيك بيهتموك بالإرهاب؟ أنت شو بدك بهالشغلة؟ مقابلة على التلفزيون كرمال شو؟ كرمال قضيتك، شو هيك بيهتموك بالإرهاب؟ هلا بحسين تبعي صار يطلع على التلفزيون. ولك بحسين تبعك صار جوز القضية من تلفزيون لتلفزيون ومن مقابلة لمقابلة. طيب وحسين وينه ابني؟ مش فاضي يمي مش فاضي. بعت المحطة بعد ما رجعت من لبنان وتفرغت لقضيتي. بعت المحطة؟ ايه باب رزقك. انا شو بدي بالمحطة؟ انا صار عندي بير بترول. ولك شو عم تحكي ولي؟ ليك يمي انت هلا صرتي باب رزقي وقضيتي صارت باب رزق لقطار. ولك منيش عم بفهم شو اللي عم تحكي. مش فاضي انا هلا، بعدين افسر لك. مستعجل راي على المطار لاستقبل وفد العربي. الوفد العربي؟ ايه يا البعتين وفد عربي كرمال قضيتك، وشو هيك بيتهموكي بالارهاب؟ هلا العرب تدخلوا بقضيتي؟ معلوم، العرب كلهم تدخلوا واستنكروا وتظاهروا وعملوكي بطلي كمان، عم يبعثوا مصاري ومساعدات وخيام وبطانيات وكياس رز وطحين. ولي خيام وبطانيات لشو؟ دعما لقضيتي. ايه مش عم توصلن الاخبار مزبوطة. ايه فمفكرين انه ام حسين منطقة منكوبة وشعبها ميت من الجوع. طيب وهالمساعدات اللي عم تجي كياس الطحين والرزة وعم تحطيها وعم تكون عم تحطوها بالكراج بكره بجيب لي فيران وصلصيها. لا 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 يمي عم نبيعهم كلهم، ولو تشوفي يمي حسابنا بالبنك ما اكبر وصار. طيب هيدا الوفد اللي جاي. ايه كلمات شو جاي؟ دعم الله صمودك بالحبس، ما كلنا داعمينك. ولا كيف عم تدعموني ها؟ كيف عم تدعموني وأني مقبورة هوني بالحبس وما حدا بيسأل عني؟ لما كل يوم عم بتبهدل وتشرشع وإهانات وتحيات، كيف بتكونوا عم تدعموني ها؟ إيه شو بعرفني؟ إحنا داعمينك بالحكي، إيه. هيدا اللي شاطرين فيه نحن العرب، ندعم بالحكي، قد ما دعمنا بالحكي ما عاد حدا يسأل عنا لما بنحكي. إيه شو بعرفني يمي؟ هيدا الوفد وجاي لعنا. وهيدا الوفد ما بدكم تستقبلوه؟ طقم الصالون عنا عتيق وبجرس. لا 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 ما بي وشيرن اشتروا ثلاث صالونات جديد. ثلاث صالونات؟ ايه ثلاث صالونات. ليش شو عنا البيت بيساعي يعني وين بده يحطوهم؟ ايه ونقلنا على بيت جديد بمنطقة رفع بيت كبير. نقلنا من بيتنا؟ ايه. ولي مين قالكم انت يا انه الاني؟ ولك لشو تنقلوا كرمال شو عم تنقلوا؟ كرمال قضيتي. ولك فلقتوني بهالقضية. ولك أنا مش عارفة بعد شو هي هالقضية. هلا ما أدري تعرف شو هالقضية، نحن عم نزبط كل شيء. شو اللي عم بتزبطوه ها؟ رحتوا من هون وقلتوا لي يا محسن لا تكلي الهم ونحن نزبط كل شيء. ولي سبعة ما تشهر هون قاعد وما حدا عم يسأل عني. ما عم نفضى، شو بدي أقول لك مش عم نفضى؟ من اجتماع لاجتماع، من مظاهرة لمظاهرة، من مؤتمر لمؤتمر، شو بدي أقول لك؟ الجرايد، الإذاعات، التلفزيونات، وفود رايحة وفود جاية. لك هون كله لشو؟ كلمة قضيتي. ولك فلقتوني بهالقضية. لك أنا لحد هلأ بعني مش فاهمة شو هي هالقضية. أنا كل اللي بيفهمه أنا لعمتي بدي ضلني هان، كيف بدي أطلع من هان؟ بدك تبقي لك هون كيمياو، بس نحنا أمنا لك على الحبس اللي بدك إياه، حتى جبنا لك فرشة جديدة. إيه طيب إيه. طيب حددوا لي شي موعد بالمحكمة يا أبو الياس. المحكمة كل ما حددت موعد نحنا عم نأجله. لك ليش؟ من أجل الصالح العام. طيب حكيتوا لكم شي محامي؟ لا لو بتشوفي كم محامي صاروا جايين وعارضين خدماتهم وكله ببلاش. ايه
طيب طلبت لكم شيء؟ ليش ليش كله بلاش يعني هيك بدون اي اصل قضيتك شو هيك بيتهموكي بالارهاب؟ ايه طيب طيب طلبت لكم شيء حامي حامي يمسك القضيه؟ شو 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 بدنا من المحامي؟ المحامي بينزعلنا كل اللي عملناه. طيب يا عمي انا فيكوش تدفعوا كفالي لحدا يطلعني من هون؟ انا كيف بدي اطلع من هون؟ ها؟ ما حدا بده يطلعك وما حدا من صالحه يطلعك، انت صرتي القضيه والقضيه كبرت والمستفيدين منها صاروا كتار. انبسطي وفرفشي. انبسطي وفرفش عشو ها؟ عشو انت صرتي مشهوره، قرايبك بالميات واصحابك بالالوف، طالما انت باقيه هون طالما القضيه ماشيه. ايه والحل؟ ما حدا بده حل. وحريتي؟ حريتي كم حسين؟ طنجر الطبيخ كلنا عم نمد ايدينا وناكل منها، وكل ما اكلنا كل ما مدينا ايدينا اكثر واكثر. ولا شو اللي عم تحكوا يا بلا ضمير انتو؟ ولك كل واحد همه نفسه واني قاعد يظلم هوني بالحبس. ليك يا ام حسين ما حدا همه اذا انت قاعد يظلم والله هون ولا لا، ايه كل مين بده يعمل مصلحته. انت صرت القضيه وفي ناس كثير عم يستغلوها. في صار جمعيات ومنظمات ومؤسسات عم تحكي فيكي ومؤتمرات عم تنعمل كرمالي، والكل عم بيطالبوا يشوفوكي برات الحبس، وبالعلن بيطالبوا بشي وبالمخفي بيطالبوا بعكسه. انت صرت القضيه والحل ما بقى بايدنا. لك عني 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 بدي حل لهالقضيه. اذا انت بدك حل لهالقضيه يا ام حسين، اهلك وولادك ما بدهم، اصحابك وجيرانك ما بدهم، صاروا كتار اللي ما بدهم تتحل هالقضيه. لك انا بدي حريتي. ليك يمي حريتك قضيتك كرامتك عنفوانك هيدا كله صفصفة حكي. بدك تفهم شغلي يمي، طالما انت بالحبس طالما كلنا عم نستفيد وخلينا نستفيد شوي، ونحن سنحاول وبكافه الطرق ايجاد حلا عادلا لقضيه ام حسين التي مست قلوبنا جميعا في الصميم. والسلام عليكم وكل قضيه وانتم بخير. ولك انا بدي اعلي صوتي وارفع صوتي خلي كل العالم يعرفوا بريي انا بريي 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 انا يا سيد العالي بريي بريي بريي. English English لك I've been telling you إلي ساعتين انجليزيتي نو جود. Emilia's neighbor, the English is أحلى. Can we ask for her assistant? I suppose. إيه تعي تعي ساعديني أنت شوي هونيك حاجة عادية. وساعي سأليني ساعدك من الأول. فحمتي له الله هالقد بعدين. ليش ما سألتيش شانون ساعدك يا أبو بالإنجليزي؟ بديش جميلة تقطعها هي وكبرتها إن شاء الله. So what do you have to say? شو شو عندك تقليله؟ أنا ما عندي إله شيء. إذا هو عنده شيء يقوله يقوله ولا خلينا نفل يلا. ولك بقي هالمحصة فحمتي له قلبه لهالقاضي. ولك قداش قلت لكم وكلوا لي شيء محامي ليمسك هالقضية. ولك قلنا لك مجلس العائلة قال ما بدنا محامي. إيه إيه طيب شو بدي أقول له هلا لسيدنا القاضي؟ أنا بقول إيه؟ قلي له بتفضلي تروحي إعدام على إنه يحبسوكي مأبد. إيه شو هالحكي؟ إيه إيه وقلي له بتفضلي كرسي الكهرباء على الجاز تشامبر لأنه كرسي الكهرباء ما بتتأثر. تعتقديش المؤبد أحلالي أنا يعني؟ لا 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 الإعدام أحلى، بالإعدام بتصيري بطلي شهيلي وبصير عندك ذكرى. ولا ما عندي ذكرى. ولك لا ذكرى ولي ذكرى سنوية وبصيروا يعملوا احتفالات ويروحوا زوروا قبرك ويحطوا لك أكاليل ورد عليها، فالإعدام أحلى. إيه إذا ريحتي مؤبد بتخدري إيه وبتموتي بالحبس وما حدا بيسأل عنك. بتعرفي يا ملي إيه وحق الله بكره لأطلع من الحبس. إيه؟ لروح استأجر لي 4-5 رجال يضلوا يدقوا فيكي قتل لتصير لحمة كفة. ولك شو بكي؟ ضليتك تقولي أني بقول أني بقول لقعدتيني بالحبس 10 أشهر. هلا عم تقولي لي قولي له قولي له تقولي وينك إن شاء الله؟ سايلنس سايلنس أنت كثير طول بالك على هذا شوي. This is my courtroom. Make up your mind. ها؟ What? Do you plead guilty or not guilty? Yes, guilty! 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 مش قلتي يا سيدنا العادي مش قلتي. أنا بريء وتهموني زور ولفلفوا لي هالقضية وأني لا نقتي ولا جملي. ترجميله يمي ترجميله. She are innocent. That's not her camel or her camel. أنا مش إرهابي. Me no terrorist. ونحن شعب مش إرهابي. We no terrorist. نحن شعب منعمر ما منخرب. Me and we no terrorist. لا تشوفوا القش اللي بعيننا وتنسوا الحطب اللي بعين غيرنا. We no terrorist. إيه؟ الشعب اللي بيقاوم ظالمينه هيدا شعب بطل مش شعب إرهابي. We no terrorist.
اتصلمونا اتصلمونا وبس نرفع ايدنا لرد الظلم بتتهمونا بالارهاب وينو ترجم؟ ايه تجميل يا عم ترجم تجميل ايه كلمة كلمة عم ترجم لي قليلو نحن شعب من عمر ما من خاطر ايه ولك ما قلتيها هاي قليلو شي واحد يغيرها قليلو اياها مرتين وتلتي ورابع ايه خلي يعرف مين نحن نحن شعب وين ما منروح نبني مصالح ونفتح مؤسسات ونرفع راس بلادنا بالغربه ولك خلي يطلع يشوف جنى هالعرب جنى ايدين كيف عم يزدهر عم يزهر بنيات وعمار وازدهار ولك خلي يعرف مين نحن وينو تبلس ايه اغتصبوا بلادنا واكلوا خيراتنا ودبحوا ولادنا وهتكوا اعراضنا وشرشحونا وبهدلونا وهجرونا وبالنهايه قال نحن الارهابيه مش هن دم تيرورست ايه دم 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 الدم يفور على قلبه بيقتل بيقتل قتيل وبيمشي بجنازته دم تيرورست صار فينا مثل هذيك القصه يا سيدنا القاضي وقعت الفاره من السقف قالت للبسي الله 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 قالت لو اخلص منك وانا بألف خير من الله دم تيرورست لك يا سيدنا القاضي يا سيدنا القاضي نحن شعب يا سيدنا القاضي عنا كرامه وعنا شرف ولك لا رويحهم أغلى من رويحنا ولولادهم أعز من أولادنا ولا عيالهم أهم من عيالنا دم ترست لايك يا سيدنا القاضي نحن شعب نحن شعب من قاوم الصاروخ بحجر بس بالنهاية حجرنا اللي رح يغلب لأنه بتاريخ البشرية ما في قوة قدرت توقف بوش شعب مستعتل لحتى ينال حقوقه دم ترست يا سيدنا نحن المظلومين يا سيدي والظلم بيولد قهر والقهر بيولد يأس واليأس بيولد غضب والغضب بيرجع يا سيدنا القاضي بيولد ظلم من جديد ومنخلص من دوامي ومنعلق بدوامي اليأس ما بتلومه يا سيدنا القاضي اليأس بيقوم بأعمال يأسة وبلادنا عم تخرج يأسين شو يعني يأس؟ يأس اليأس يا سيدنا القاضي هو Do you speak Arabic? اي شوية وش حاري لطك ولطك وليقول من الأول فحم قلبه أم الياس وهي عم ترجم لك الإنجليزي أصلي عربي أنت أصلك عربي؟ لك أنا أصلي عربية لك يطلعنا عراية كازن أنا وأنت كزازين واتساب كاز جدو and سيتو إجو من البلاد إيه أهلي خلقوا هون إيه أنا born هون إيه بفهم عربي إيه بقنو أحكي كتير إيه لك ليش ما عندك وقت ولا أهلك العربي كانوا يضحكوا إيه؟ علي إيه؟ بس أحكي عربي إيه؟ غلط يا الله يسمحن الله يسمحن بطلت أحكي بدين إيه لك شفتوا الله شو بيحبنا بعتنا القاضي ابن عربي يتوصف فينا لك كيفك يا خالتي كيف حالك يا عمري كيف حال العيال كيف الصحة كيف والأمام أم سلم عربي الطيب حسين أمام سلم على شفت يا سيدنا القاضي هي أنت العين هيدي شو بتخرج بلادنا أشخاص مثل حضرتك منرفع راسنا فيهم منقول هولي هن العرب وكيف ما برمت يا سيدنا القاضي هوني كيف ما برمت بأميركا وبهالمغتربات كلها بتلاقي أشخاص مثل حضرتك يا سيدنا القاضي هوني أنت بتحبي أمريكا؟ أنا بحب يه كيف لكين يا سيدنا القاضي نحن شعب منحفظ الجميل ما منشرب من البير ومنرمي فيه حجر هالبلاد استقبلتنا وفتحتنا قلبها وإلى فضل علينا وأولادها وصرنا نحن منا وهي منا ومتنا وعشنا لحصلنا على جنسيتها خلينا نحكي بالحق يا سيدنا القاضي لو بلادنا قدمتنا اللي قدمتنا إياها البلاد ما كنا كلنا جينا لهون يا سيدنا القاضي بلاد قدمتنا كتير كل خيرات وعم تقدمنا هلا هي بتعطينا من جهة بتخوزقنا من تاني جهة هيدا موضوع تاني هالبلاد كلنا منحبها بس سياستها ما منحبها دم تيرورست يا
الله يعطيك على تعبك بعدك عم تترجمي. ليش؟ روحي روحي دمي هونيك ما طلع القاضي كذا من كذا زينا. عجب؟ ايه روحي 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 عادي هونيك. لك يا سيدنا القاضي انتي خبيت الماضي رحنا اني وهوني بحسين رحنا صوتنا للحزب الجمهوري وجورج بوش والله لو عارفينه رح يطلع هيك انه صوتنا لهيدا تبع مونيسكا شو اسمه مونيكا مش احلالنا كين ليش ما يبعجك بوش يبعجني يبعجك البعج العجيب شو بوش يبعجني يعجبك يعجبني يا هلا صرت اعرف ليش اهلك كانوا يضحكوا عليك لما تحكي العربي ايه يعجبني بوش انا بوش بيعجبني بس هالحوصه اللي حواليه ما بتعجبنيش هذا رامسفيلد ريتو ما يكون بده يرحلن ان شاء الله وكانداليزا راس يقطع على هالشكل وديك تشيني شو هالدك وهالتعتير يو نو حبيبي البريزيدنت والفايس بريزيدنت ها شو وات You know حبيبي our president will vice president حبيبي الكرازل حبيبي اذا حبيبي بحبه يعني اذا البيت انا جورج بوش بحب بس هذا ديك شيني بحبه شو هالديك وهالتعتير هذا شو هالديك وهالتعتير انا اسمي ديك انت اسمك ديك انت اسمك ديك انت ديك بتنحب هلا هيك ديك مثل الديك اللي بواشنطن انت ديك عربي بنرفع راسنا فيك انت بتعرفي بالسياسي انت وين ما تلمي انا مش متعلمي يا سيدنا القاضي بس الحياه علمتني بس قعدت بالحبس كم شهر هيك صار عندي وقت فاضي كتير وصرت اقعد حلل واستنتج وفكر اه يا سيدنا القاضي اه لو بيحطوا هالزعمة العرب اللي عندنا بالحبوس كم شهر بلكي بيصير عنده وقت فاضي كتير هيك وبيصير يحلل وبيصير يفكروا لانه لو بيفكروا مزبوط ما كنا وصلنا لهون ولو هالاموال اللي عم يصرفوها كلها على القهر وطق الحنك وعلى اسلحه ما بيخلونا نستعملها لو بهالاموال كلها هون اجوا دعموا له كم كونغرس مان وسيناتور واشتروه كانت بلادنا بألف خير يا سيدنا القاضي خبرك قصتنا قصة بلادنا لك بلادنا مقهوره ومغلوبه ومظلومه هربنا من بلادنا وجينا لهون وقلنا بكره كم يوم بنرجع وكبرنا وكبروا اولادنا واولاد اولادنا وبعدنا منقول بكرة منرجع وبعده هالبكرة بيجي منرجع منقول لوين بدنا نرجع وبلادنا كل ميلة عم ترجع لورا ماشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين لوين وصلين بلاد ضايعة ومش عارفة عاية جهة بدها تنام ضيعت شبابها ومصيرها وثرواتها لك صرنا بتلغني الشحات ثرواتنا كتير وخبزنا قليل أراضينا واسعة واسعة وسيادتنا ضيقة وصار حلم كل إنسان عربي كيف يهرب ويهاجر من بلاده وبلادنا حلوة يا سيدنا القاضي وشعبة طيب إلا تاريخ وعنا حضارة وتراث ديانات السماء كلها شعشع نورة من أرض بلادنا والأنبياء والرسل والقديسين مشوا عطراب بلادنا من عنا خلق الحرف وعلمناه للعالم من عنا ظهرت العلوم والمعارف لما كانت أوروبا يا سيدنا القاضي غرقاني بحروبها كانوا العرب عم بيفكوا ألغاز الفلك والحساب والطب وبعده لحد هلأ بكليات الطب بالعالم كله بيعلموا شغلات العرب اكتشفوها وهودي الأرقام اللي انتو بتشوف تستعملها انت والعالم كله الوان تو تري هودي أرقام عربية يا سيدنا القاضي وكان الشرق لؤلؤة العالم ومنبع غنى والغنى مش بالمصاري كان غني بشعبه وإجينا الحرمية يا سيدنا القاضي